تكنيكال انجينير سينيور سيلز انجينير لبرج ايفل لابريكنز. احنا برج ايفل تاسست 1994 هنا في الامارات، ده كان اول مصنع ليها. بعد كده بدانا نكبر، بقى عندنا مصنع في الهند ومصنع موجود في كينيا عشان نحاول نكفر كل الدول. اهم المنتجات عندنا، احنا عندنا كل السيكتورز بتاعه اللابريكنز، اوتوموتيف لابريكنز، كوميرشال لابريكنز، اندستريال لابريكنز، جريسز، مارين لابريكنز، سبيشاليتي لابريكنز. وبالمناسبه احنا تقريبا من الشركات القليله قوي في الامارات اللي بتصنع جريسز. اهم حاجه ان احنا لازم نوصل الكاستمر التكنيكال سبورت للكاستمر زي ما هو عايز. الافتر سيلز اهم حاجه عندنا، احنا مش بس بنبيع للكاستمرز، احنا بنفضل متابعين مع الكاستمرز whatever الكاستمرز بتوعنا فين anywhere في العالم كله، بنروح لهم وبنعمل لهم سبورت، بنعمل لهم سبورت هناك في اي بلد هم عايزينها. بنعمل سيمينارز، بنعمل اون سايت فيزيت لكل السب ديلرز بتوعنا ولكل الكاستمرز بتوعهم علشان نشوف ايه احنا ايه المشاكل اللي عندهم وازاي نقدر نساعدهم فيها. احنا ايه في الاهم حاجه عندنا ان احنا دايما بنحاول نواكب اي حاجه تطور نازل، فهتلاقي عندنا دايما كل اخر برودكت نازله في اي سيكتور هتلاقيها موجوده عندنا. احنا السنه دي عندنا في الديزل انجن اويل نازلين الاي في CK4، ده اخر حاجه نزلت في ديزل انجن اويل. عندنا في البترول انجن اويل منزلين ال 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 برودكت اللي هو لونج لايف برودكت، منزلين الاي اس بي برودكت، منزلين السي 4 برودكت، دي اخر مواصفه اوروبيه نازله. ايفل دايما بتحاول تنزل كل الحاجات الجديده، مش بس بنعتمد على الحاجات القديمه او على تكنولوجي قديمه، دايما اي تكنولوجي جديده بنستخدمها على طول عشان نطور البرودكت بتاعنا ونكون اب تو ذا كواليتي. اخر حاجه عندنا لسه عاملين المرسي البي ام دبليو ابروفل لللونج لايف برودكت وللاي اس بي برودكت بتاعنا. عندنا كل الابروفلز، مرسيدس بنز، فولكس فاجن، مان، فولفو، رينو، كل الابروفلز، كل الابروفلز بتاعت البرودكت. احنا شغالين بستاندرد الاي بي اي والاسيا، ما بننزلش عن الستاندرد، والحمد لله لحد دلوقتي ايفل معروفه مش بس في يو اي، اول اوفر ذا وورلد، ان احنا برودكتس بتاعتنا اب تو ذا كواليتي. اوتو ميكانيكا حلوه جدا لان هو بيجيب لنا كاستمرز من اول اوفر ذا وورلد، فكل الاماكن اللي احنا ما عندناش فيها ايجنت او ديستريبيوتر بنبتدي نتعرف عليهم ونبتدي نختار نشوف ايه الايجنتس او الديستريبيوترز اللي مناسبين لينا اللي احنا نعرف نكمل معاهم ونعرف ننجح بايفل معاهم في الكانتريز اللي احنا ما عندناش فيها. احنا حاليا عندنا اب تو 30 كانتريز، احنا بنودي فرنسا، ماليزيا، نيوزيلاند، تشاينا، فيتنام. احنا مش بس عندنا افريكا زي بقيه الشركات، احنا طالعين في فار ايست ويوروب، عندنا الحمد لله هناك سمعه كويسه قوي للايفل. انترناشونال كومباني ان شاء الله. ميرسي، شكرا ليكم، ميرسي، شكرا، باي باي.